والدي ديالي شراهنا بخمسة دراهم. شحال من عام هذا؟ واش سرقة؟ هادي 80 عام. اه ضروري نجي نموتوا على بعضنا. ما كان اليهودي ما كان نصراني ما كانوا عبوا العايدي، ولاد الاربعين هما اليهود هما النصارى هما كل شيء، جاو يخرجوا الناس من الارض ديالهم هما كل شيء، هما ما قضاوهاش حتى الوالدين ديالهم عاد باش يقضيوها هما. ما كاين عفوا لا يهودي ولا حتى شي حاجه، اللي رافعين دعوه هما مغاربه. حنا عيينا بهذا الشيء هذا يلاه جوج المرات وعيينا، ما غنبقاو دائما نجيو لهنايا، نضيعوا الوقت ديالنا كيف ولادنا ضايعين من المدرسه، نزيدوا نضيعوا حتى حنا الوقت ديالنا. السلام عليكم متابعين موقع طنجاي، ومرحبا بكم في هذه الحلقه ديال حلقه خاصه. اليوم غادي نشوفوا قضيه ساكنه حي بن كيران حومه شوك، غنشوفوا القضيه فين وصلت، بقوا معنا في هذا الفيديو. السلام عليكم الوداد ديالي، انا رجع سنعان. اخا وليدي شحال من عام وقلتي لي ساكنه بحومه شوك؟ 50 عام. 50 عام وانت ساكنه بحومه شوك؟ تقدر تعاودي لنا الحومات شوك كيفاش كانت في الاول وكيفاش رجعت الدار؟ حومات شوك كانت على البرارك، حيت كاين المرجع على البرارك. ايوا الناس بنا وشرات الارض وبنات، وكاين اربع طبقات، كاين ثلاثه، كاين خمسه، كل واحد بشحال. مع تكلمت معك قبيله سي قلتي لي انا مريضه وهيدا كوجيت. اه ضروري نجي نموتوا على بعضنا. الرساله ديالنا الله يجعل البركه سيدنا ما خرجنا نجي من الدور ديالنا. حنا نموتوا في الدار ديالنا، ما بقى لنا قد نفس، فوق الموت ما كايناش. أولا حنا مقتولين عاو يزيدو يقتلونا، خرجونا من الديار ديالنا فين غنمشيو؟ والد ديالي شراهنا بخمسة دراهم. شحال من عام هذا؟ واش سرقة؟ هادي 80 عام. أنا كنعقل بن عمي رانا بالحومة الدادي عند الفران والحمام. ليس خو عابد بغى للماء. عم إيه غاب البهيمة كيجيب الماء. غاب البهيمة ما كانش الماء. دابا أنت شحال في العمر ديالك؟ أنا عندي 77. يعني 77 عام وأنت في الحومة الشوك. نعم. والوالد ديالي راح المهنه والشراف مني ما كذا تما جاب لها العمار. حنا داك الشيء كيتسابس بالعدل، كل واحد عنده الحجه ديالو. حنا خصنا اسمع، القاضي العادل كيعدل الحجه ليا انا. العادل وكيديها للقاضي، القاضي كيودي عليها كيتبعها واش صحيحه ولا مزوره. الا ودى عليها القاضي صحيحه. الله يرحم بابك. الخوف هو تكون ماشي موديه عند القاضي. هذيك اللي تسمى مزور. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. اختي ديالي واش كتمنى اليوم تحكمكم محكمه؟ كنتمناو تحكم لصالح الشعب وصالح السكان الحومه تشوك كاملين، ما بغيناش هذه الفوضى وما بغيناش هذا الشيء هذا يكون دائما. حنا عيينا بهذا الشيء هذا يلاه جوج المرات وعيينا، ما غنبقاو دائما نجيو لهنايا، نضيعوا الوقت ديالنا كيف ولادنا ضايعين من المدرسه، نزيدوا نضيعوا حتى حنا الوقت ديالنا. الله يهديهم علينا والله يبعدهم علينا اخي. بغينا امين اخي. شكرا بزاف. السلام عليكم. الوالده ديالك بسينه مزيانه؟ لاباس مزيان. شنو كتمنى اليوم تحكم محكمه ان شاء الله؟ نتمنى المحكمه تجي معنا ومع الشعب ديالها وتحكم بالصالح ديالنا. هذه كاينه 50 سنوات 60 سنوات 70 سنوات، ودابا عندهم ولي الارض هذا متسيطرة، وهذا من المنافقين جاوا ينصبوا علينا. اما هي مي كانوا يبيعوها بالمترو توقفوهم، مي كنا نبنيو كيعطينا ال 40 لاجور والرميله من عنده توقفنا. مي كان عنده المعمل ديال الحكومه في الحومه الدادي تعرف الارض ديالو ووقفه، ودابا عاد ظهرت له ناضت بنته قرات دار عاد خلقت وقرات وجبرت القرايه وجات تكون الارض ديالها تضيع الدراويش تضيع المساكين. شحال من عام وانتينا كتكون في الحومه الشوك؟ انا عندي 40 سنه. 40 سنه؟ انا 40 سنه بالمفتاح، ودابا هما شي يضيعونا ويديونا الديور ديالنا. شحال من عام وانتينا كتكون في الحومه الشوك؟ 30 سنه وحنايا هنايا. يعني دابا 30 سنه وانتم في الحومه الشوك؟ الحومه الشوك الحومه الشوك هي ما نحيدوش منها. وشنو كتمنى دابا المحكمه باش تنصفكم؟ نصبنا نبقاو في الحومات الشوك في الارض ديالنا في الديور ديالنا في الديور ديالنا في البلاد ديالنا المدينه ديالنا فاش شحال لينا عينانا فيها. من الاول بدات كان باع بخمسة دراهم للمترو هي طالعه الارض مرتاح. 82 جاء عبد الرحمن محمد ال 40 كيدعى دعا مع عبد الرحمن حكمت صالح مرتاح. مرتاح عنده الكواغه ديالو عنده كل شيء ديالو. هاد الناس هذوما اللي جاو يقولوا الارض ديالهم عندنا من التيتر، فين هي الحجة؟ ما بين شاريين. هذا اللي كيعطي التيتر لهذ الناس بلا حجة ما عمرها كانت. خاصو يشوفوا الحجة عاد يعطيه التيتر. ومن الستينات
ومرتاح كيبيع في الارض. اليوم عاد ظهروا في 83 عاد ظهر ولاد الاربعين. انا تفاجات وعرفت ولاد الاربعين هما شريكه، ما كاين شريكه، ما كاين اليهودي، ما كاين نصراني، ما كاين عبو العيدي. ولاد الاربعين هما اليهود، هما النصارى، هما كل شيء. جاو يخرجوا الناس من الارض ديالهم، هما كل شيء. هما ما قضاوهاش حتى الوالدين ديالهم عاد باش يقضيوها هما. هي كيفاش تكون هذه؟ وكاين الناس هنا النص الحومات شوك ما شاريش من المرتاح. يعني شاري نعاود شاري 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 وانا بيدي ما شاريش من المرتاح. يفتشوا هاد الناس الارض المرتاح فين هي اللي شاري عليها؟ وحنا كنعرفوا هذه الساكنه هنايا هذيك مدخله في الارض مرتاح. ومديشنا تما المدرسه بالغيطه والطفل. وزقوبنا وفيها العمارات. حاليا هذه المسيره ديال الناس الحومات شوك يعني مساكن تفاجئوا بهذا القرار اللي عملوه. هادشي هاد القرار هذا ماشي في المستوى ديال الساكنه حي بن كيران. وحنا شخصيا راه كنا ساكنين حاليا حي بن كيران يعني من الاجداد وعلى الوالدين. حنايا صغارين، حنايا اطفال خوتي صغارين. يعني هاد الحومه ديال الساكنه في 1983 الناس سيدي كانوا كيبنيو بالرخصه ديالهم بالمسائل ديالهم، وجابوا لاجور كاين كيدخلوه بالبراوت بالبهايم، ما كاينش حتى الحديد، لا هوندا لا موتور لا تريبورتو، هاي الناس هي في ظهرهم. اليوم دام الناس جاو فاجئوا هذا حي بن كيران كيقول لك يعني شخصيا يعني ما فهموش الناس، ما قالوا شنو هادشي؟ يعني هاد المافيا العاقر اللي نزلت هنايا كيقول لك الناس ما مزيقين. اليوم شنو كتسمنى تحكم المحكمة؟ اليوم كنتمنى المحكمة تحكم لأجل السكينة. أجل السكينة وإن شاء الله إن شاء الله ما يبقاوش يفتشوا هاد الناس. إن شاء الله. خي محمد تبارك الله. الله يبارك فيك أسيدي، الله يرحم الخلوق وترابي بالحومة تشوف. أنا خلوق وترابي ولد الحومة تشوف، كل شيء كيعرف إن ولد الحومة تشوف. وعندي بهيمة قالت راه كنقل بها الماء اللاجور اللي قلتي كان هاد. باقا الحومة تشوف كانت باقا كنطلع فيها خوفان، قالت راه الحومة تشوف كانت كاملة الخنادق كاملة قالت راه هاد. دابا كنت كطلع لنا السلعه. انا كل شيء كيعرفني اه، كنطلع لهم اللاجور هم باقي لحد الان، باقي كنجيب لهم السلعه ونجيب لهم كل شيء باقي لحد الان. ملي سمعت هذا الخبر هذا محمد واش فاجأنا بحال اللي نزل علينا هذا. انت بيدك دابا كتسمى عندك سكينه ديالك في الحومات؟ بيدي عندي سكينه ديالي في الحومات شوك، وعندي ولادي في الحومات شوك، كل شيء سمعتيني. والحمد لله دابا. واليوم شنو كتسمنى المحكمه؟ دابا كنتظروا على الله يكون شي خير، يكون شي تفاهم شي هادي. يعني باش تمشيو هانيين ان شاء الله. ما نمشيو هانيين، دابا ما بقينا كنعسوا، ما بقينا هذه يا خور حتى الماكله ما بقاش كتهود له. الله يحسن العون دابا بنادم يا خور 50 سنه ولا 60 سنه كذا هو باش خلق تما، واليوم يقول يا خور هذه يجي خرج كذا من الدردال. اللهم هذا منكر. كنتمناو العداله تكون في شي حاجه فتنه ان شاء الله يا ربي. محمد العاقل ممثل سكان الحي. حنا اليوم كساكنه ديال الحي جينا امام المحكمه باش نشوفوا المآل ديال هذه القضيه هذه والتطورات ديالها، لان عندنا الثقه التامه في المؤسسه القضائيه انها غتنصفنا. بالاضافه الى ذلك بغينا نوضحوا مجموعه ديال الامور الاساسيه، وهي القضيه الاولى اللي كتتعلق بهذا العقار. هذا العقار هو ماشي الحي كامل، هو جزء من الحي، هي فقط 14 هكتار. الحي راه كبير بزاف. هاد 14 هكتار من بعد البلان اللي حصلنا عليه عملنا واحد الاحصاء لعدد ديال المنازل، يعني بالضبط كاين 1704 ديال الديور. فاذا عملنا واحد تقريبيه كنهضروا على تقريبا واحد 30000 ديال السكان وربما اكثر، لان العدد ديال المنازل كيف ما كنعرفوا في الاحياء الشعبيه كتكون العدد ديال السكان بزاف. ف 30000 شخص اللي هما اليوم مهددين بواحد مجموعه ديال الامور بالضغط ديال الشركه، فهذا امر شويه كيدعي للتدخل العاجل. قضية أخرى اللي بغينا نأكدوا عليها وهو المسألة ديال عدم تسييس القضية. احنا ما بغينا حتى شي واحد يركب على هذه القضية هذه سياسيا ويدخلها في الصراعات السياسية ديالو. وكندعيو الجماعة المحلية أنها تشوف واحد الحل جذري من هذا المشكل هذا وتخدم بكل تفاني باش أننا نوصلوا لحل اللي هو غينصف الساكنة. مسألة أخرى بغينا نأكدوا عليها وهي الهيئة ديال الدفاع. احنا من هذا المنبر كنشكرهم جزيلا. علاش؟ لانهم شباب ديال الحي اولا، وهذه معلومه غادي نعطيوها للصحافه، انهم تنازلوا على الاتعاب ديالهم، يعني هما كيترافعوا على القضيه مجانا، يعني باش ما يتمروش مجموعه ديال المغالطات. هما فقط ابناء الحي عندهم غيره على الحي، ومنهم اللي هما متضررين، وهما اللي غادي يزيدوا يفصلوا معكم ان شاء الله في واحد الندوه صحفيه غنعقدوها في الايام المقبله باش يوضحوا لكم المصير. باش نكونوا واضحين مع بعضياتنا، حنا قلناها من الاول ما باغينش نردوا قضيه سياسيه او شي واحد يركب عليها. الشركة هي شركة عقارية
ثلاثه ديال الاشخاص هما اللي مؤسسين ديال اجنبي وجوج ديال المغاربه اللي رافعين الدعوه حاليا هما الاحفاد ديال المغاربه بصفتهم انهم ذوي الحقوق ديال الهالكين ديالهم. فما كاين لا اجنبي ولا ما كاين عفوا لا يهودي ولا حتى شي حاجه، اللي رافعين دعوه هما مغاربه اللي هما الاحفاد ديال ذوي الحقوق اللي توفوا من الاعضاء ديال الشركه. شحال دابا ديال الناس اللي مرفوع عليهم دعوه حاليا؟ حاليا دابا كاين واحد العدد، يعني عم بغيت نتحفظ شويه على المعطيات باش نخلي الساده المحامون ما يقولوا شي، لكن اللي خصكم تعرفوا ان الاستدعاءات راه توقفت بامر من المحكمه حتى نشوفوا الحل مع هاد الناس هادو عاد نزيدوا نبثوا في القضايا. تبارك الله عليك. انا خير ابراهيم. تبارك الله اليوم جيتي مناضي اليوم. لا والو اخا ودائما ماشي على اليوم والسهل. ولكن اليوم مع ساكنة كنطالبوا بتاع حاجه، كنطالبوا حاجه وحده نبقاو في الديور ديالنا وخصنا ملك وخصنا التيتر ديالنا صافي هادشي باش كنطالبوا. وهنا النهايه ديال الفيديو، كنتمناو ان شاء الله اليوم تكون شي خبر الخير وتفرح ساكنة الحومة السوق، تلاقاو في فيديو ثاني ان شاء الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.